والآن نتحول مشاهدينا الكرام إلى الأخبار الاقتصادية في نشرتنا. ليلى عمر والتفاصيل. ليلى، شكرا محمد ونهى، ونتحول معكم الآن لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن المنطقة تولي اهتماما كبيرا لأكثر من 21 قطاعا اقتصاديا صناعيا وخدميا، على رأسها الوقود الأخضر والذي أعدت له المنطقة الاقتصادية مساحة 20 مليون متر مربع. جاء ذلك خلال استقبال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدا رفيع المستوى من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية اليونانية لبحث مزيد من سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الرؤى حول تعظيم الاستفادة من الاهتمامات الاقتصادية المشتركة. أكد وزير البترول طارق الملا أن دور مصر كمركز إقليمي للتجارة وتداول الطاقة وتعاونها مع اليونان تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط يمهد الطريق للإسراع بمزيد من التعاون البناء وخلق الفرص التي تعود بالنفع على كلا الطرفين. وخلال استقباله وفدا يضم ممثلي عدد من الشركات الاستثمارية اليونانية، أشار الوزير إلى أنه يمكن فتح آفاق للتعاون بين البلدين في نقل وشحن وتسويق الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى منطقة وسط أوروبا وبلغاريا ورومانيا عبر اليونان. وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 16.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970.599 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.65% ليبلغ مستوى 14923 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 3.91% ليبلغ مستوى 2689 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 3.4% إلى قيمته ليبلغ مستوى 3975 نقطة. في أسواق المال الآسيوية أغلق مؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في شهرين، حيث أدت المخاوف من ركود وأزمة محتملة في القطاع المصرفي العالمي إلى بيع الأصول ذات المخاطر على الرغم من صفقة إنقاذ بنك كريدي سويس السويسري. وأغلق نيكي منخفضا بنسبة 1.42% مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 23 يناير الماضي، بينما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54% من قيمته. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد ونهى لمتابعة النشرة، إليكم من جديد. شكرا جزيلا لك ليلى.